اوه يا مخلد يا زمان انفات. والله تتذكر اللعبة هذه؟ اي والله اذكرها يا غازي، اذكرها كانت في حديقتها. انت ركبتها في النقبة ولا في الملك فهد؟ لا حديقتها الملك فهد، كانت الدخول بعشرة على النفر الواحد. ايوه يصير انت بعيال عم ربيع 14 ولا 15 واحدة بعشرة، كم يصير المبلغ؟ يودينا كلنا النقبة الحمراء، ويركب اللي يركب يحول اللي يحول. وصلنا المطعم، شبان ناس بقونا هم ومقرن وسلطان ابو عقاب، فكوا رياقهم من غرب عشانهم صايمين، قالوا لو نسبككم نفطر ونخلي فطور العشاء، وانا ومخرد ها تونا وصلنا. خلال البرد فطر خشم، شوف البرد اللي يفطر الخشم عن في جنوب افريقيا مش انا يا مخرد. يا زين البرد، انت ليش تفضل الحر على البرد؟ خلال عن اصبعي ما اقدر افك يا ويا باك بحقه، وش اسمه لليومة تلحم بكل شوي على رقاه. اي والله يلا توكلنا على الله، ابشر بالله بلعش الطيب. والله انقذني لليومة في الرحلة هذه، ولا لاكل من التراب لنا لظلي عظامي تكسر ما حد رطب جسمك. بسم الله توكلنا. جزاكم الله بالخير جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، صيام مقبول. كفو ومقرن إمام حافظ القرآن. الظاهر إني خلط هذا. استغفر الله. أبو نايف، أبو نايف، سلم عرس الرجال، اعتذر منه. لا لا لا.